احنا دخلنا السجن. او ماي جاد يا جدعان، يا نهار ابيض، ده هو بسبب الواد ده. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال جايين نلعب ماب في روبلوكس جامده جدا ومتحمس قوي ليها. المفروض ان احنا ماب الهروب، ما اعرفش الهروب من ايه، ولكن في شخصيات كتير قوي زي ما انت شايف. ادي هنا تقريبا شخصيه الحرامي حاجه زي كده، وده ايه ده؟ ما اعرفش ايه اكس. ما علينا، خلينا متحمس، خلينا نختار اول شخصيه. ايه ده؟ لحظة، أنا دخلت بشخصيتي عادي جدا. لحظة بقى عشان نفول الكلام، عشان واضح اللي هي ماب أسطورية قوي. خلونا نشوف كده يعني إيه ده. واو، ده واضح اللي هي تبقى قصة. تمام، أنا عايز الأبطال يخشوا معايا، ولا إيه المرة دي الأبطال مش معايا ولا إيه؟ خلاص، المفروض دلوقتي إحنا دخلنا في حاجة زي السفينة والوقت بيعد. تمام، ومعرفش أنا معايا إيه في إيدي. إيه ده؟ ضرب، واضح كده إن أنا بستعد إن أنا أضرب حد. اقول لكم ايه، اعملوا اشتراك ولايك للقناه يعني. خلاص ماشي، لا اكيد مش هضربكم، انتوا حبايب قلبي. حبايبي والله، اكيد يعني مش هضربكم. ولكن مين دول؟ ايه الناس دي كلها؟ جت امتى دول يا جدعان؟ انتوا جيتوا امتى؟ حماس الابطال زي ما انتوا شايفين، واضح ان هم حاطين حاجات جامده قوي في الماب. متحمس قوي اللي احنا نجربها بصراحه. والمفروض خلاص، المفروض داخلين دلوقتي. وليتس جو يا ابطال، حطوا لايكات بسرعه كتير، وانا متحمس قوي بصراحه. ليتس جو. ايه ده؟ لحظه، وانتوا ليه سبتونا ورميتونا في نص البحر؟ هما ليه عملوا كده؟ مش فاهم حاجه. ده او ماي جاد، لحظه لازم نشوف القصه فيها ايه. انا نايمه اهو عادي جدا، والناس كلها نايمه، وعلينا الظابط. ايه ده؟ ظابط؟ ايه اللي جاب الظابط؟ احنا المفروض دلوقتي في نص البحر. تمام، او ماي جاد، ايه ده؟ سامعين الصوت؟ صوت السفينه. ايه ده؟ الجارد؟ او ماي جاد، واحنا مخطوفين ولا ايه؟ او ماي جاد، يا القصه واضح انها هتكون قصه اسطوريه جدا. حماس، واضح كده ان احنا مخطوفين يا جماعه. احنا فين يا جماعه؟ ايه ده؟ سكيورتي بيقول لي معرفش لازم يبحث عن حاجه. ايه يا باشا، ايه الاخبار؟ لا لا، مش هضربك، انت اخونا، عيب عليك. ما ينفعش نضربك يا جدعان، احنا في مكان ما نعرفوش. خلونا بس نشوف ونكتشف. ايه ده؟ المفروض ان احنا كلنا رايحين المكان ده. البت دي معاها تليفون ازاي؟ مش عارف. ايه ده؟ ده ماشي ورانا ليه؟ احس انه يضربني بحاجه. المفروض ان احنا بسرعه نجري، معانا 35 ثانيه او 40 ثانيه اللي احنا نجري عشان نروح الباص. يلا روح. ايه ده؟ لازم نلبس اللبس ده؟ اوه، ازاي؟ احنا مسجونين بجد ولا ايه؟ احنا اتخطفنا؟ احنا مجبرين نعمل كده فعلا؟ انا مش عارف. طب مين اللي هيسوق؟ اكيد اكيد حد من الظباط. طب خلينا نطلع، خلونا نطلع. انا احجز مكان، انا احب اقعد جنب الشباك هنا، بس انا عايز اقعد هنا. خلونا بقى نحجز يا ابطال كده المكان ده. المفروض 5 ثواني وهندخل على طول. تمام، ايه خايف؟ مش عارف بصراحه ايه اللي هيحصل في القصه دي. اول مره العبها. ايه ده؟ في صوت غريب. ذا بص، ما اعرفش ريدي. ماشي، ايه مين اللي هيسوق؟ طيب اختاره. ايه اللي حصل؟ مين الشخص الشرير ده؟ اسمه دكتور لوكو. تمام، العرض يا ابطال انت بتضحك كده ليه؟ لحظة، لحظة، احنا المفروض نكلمه. تمام، ايه ده؟ او ماي جاد، ده بيضربني يا جدعان. انتوا سايبيني يضربني؟ سايبينه يضربني يا جدعان؟ والله ما اسيبك. لحظة، ده المفروض اللي احنا داخلين وبنحرك ناس ولا ايه؟ انا عايز افهم بس. لحظة بسرعة كده، لحظة يا جدعان، انا مش معايا قنابل، بس المفروض نحرك كل الناس بسرعه بسرعه. طب ده نحرره ازاي؟ بوم بوم، ما ينفعش. بسرعه بسرعه، انا مش عارف بصراحه يا ابطال، ولكن حماس. بسرعه بسرعه، ايوه المفروض فعلا بنحرر. محتاج مفتاح. معانا 2 دقيقة بس. تمام، طب ده بيتفتح؟ واو، ماشي. خلونا كده نشوف احنا فين. ايه ده؟ هتلاقينا منين؟ لحظه، معانا دلوقتي 2 دقيقة برضك. خلونا نروح يمين بقى، يمين. تمام، لا ما هو ده هو المكان يا بلال. طب ايه ده يا ابطال؟ ما هو هو برضك. والمكان ده ما ينفعش نروح. خلاص تمام، يعني نشغل مخنا بقى يا ابطال ونشوف هنعمل ايه. ايه ده؟ واو، عاش عليك، انت
كمل كمل وانا احاول اعمل اي حاجة هنا. عاش عليك والله، حلو. ادي قنبلة هنا بسرعة، يلا يلا كل واحد يروح في حتة. لقيت فلوس، خدتها. دي شات لازم اقرأها. ماشي خلاص تمام، نوتة يعني، كويس. خلونا نشوف هنا المفروض نعمل ايه تاني. تقريبا بقى نطلع خلاص. تمام قوي، حلو قوي. يا ابطال اللي جاب المنشار ده ساعدنا. بس معانا دلوقتي، ماي جاد، يا نهار ابيض، معانا دلوقتي خلاص دقيقة هنخسر ولا ايه يعني؟ حاسس ان احنا هنتحبس. بسرعة يا، لازم يكون معانا الادوات دي. ونلاقي فين الادوات دي؟ طيب طبعا ده بناخد الفلوس، انا مش بلاقي غير الفلوس بصراحة. واضح ان الفلوس دي اللي هتخلينا نشتري. طيب عارف طب روبوكس باين. لحظة، ممكن يكون في حاجة هنا مستخبية هنا ولا هنا؟ لو نفتح ده، ده ايه ده؟ ايه ده؟ ماي جاد، في زلزال ولا ايه؟ لحظة، احنا قاعدين بنوقع في الحتت وبنبوظ كل حاجة. ايه ده، لقيت معلقة، معرفش ليه خدتها الصراحة، انا جعان ولا ايه؟ معلش يا شيف. وادي نفتح، عايزين نفتح الحاجات دي كده بسرعة. ايه ده؟ لحظة، سنيك اوف، كله اختار سنيك اوف يا ابطال. المفروض اللي احنا بنصوت خلاص، احنا المفروض ما عرفناش تقريبا نحرر كله ولا نعرف جميع الالغاز. واضح كده احنا مش هنعرف نهرب يا جدعان، واضح كده خالص احنا مش هنعرف نهرب. ايه اللي حصل؟ بسرعة لازم نروح، لازم نروح. ده ايه ده؟ مسدس؟ لا مش هينفع اشتريه. بسرعه بسرعه، اجرب ليل اجرب ليل. هم راحوا فين؟ انا ايه اللي وداني هنا؟ ايه ده، احنا المفروض نطلع؟ لازم اطلع من مكان ولا ايه؟ لا لا ما ينفعش اطلع. يلا يا بلال بسرعه. واو، انتوا فتحتوا ده؟ كويس قوي، واضح كده ما عرفناش نهرب. لحظه، انا مش عارف المفروض يحصل فينا ايه كده دلوقتي. هو قفل؟ حبسنا؟ ما تقولش. تمام، او ماي جاد، دكتور لوكو بيضحك علينا. على فكرة قلت له انا خرجت من السيرفر، يعني دخلت في سيرفر تاني. هنضرب ده، او ماي جاد، تعال ما تضربش صاحبي اهو، وخد دي، بوم اديله، بوم خد، بوم اديله، احذف عليه الاكله يا صاحبي، بوم اهو، بوم بوم، مات، عاش. اوه يا نهار ابيض، ده جايبين بلطجيه يا جدعان. يا صاحبي انت بتعمل ايه؟ يا نهار ابيض، بيج ورايا، بوم. يا لهوي، عندهم قوه دول ولا ايه؟ بوم بوم، تعالى، بوم، مات، بوم، تعالى انا اقوى، تعالى يا نوب. ايوه بقى، هو ده الكلام. طب والواد ده معانا ولا؟ الحمد لله ابطال طلع معانا، الحمد لله ابطال. كمان خدت شهاده، جامد، عاش قوي. يا نهار ابيض، هو ده البلطجي ولا ايه؟ بيرمي الاكل مش بياكله؟ هيكهربوه، الشرطه كهربوا. او ماي جاد، الشرطه كهربته. لحظه، تمام، المفروض دلوقتي احنا هنعمل ايه انا وصاحبي ده بس؟ ايه ده، او ماي جاد، ده انا بقينا بقيت انا وصاحبي بس، مع ان كان في واحد تاني زياده معانا. يلا، هو الشرطي ده ماشي ورانا ليه؟ احنا رايحين على فين كده يا صاحبي؟ انا خايف. خلينا كده بس نروح نشوف احنا رايحين على فين. ايه ده، اشمعنى الباب اتفتح المره دي؟ هو ده اللي احنا رايحين عند على مك... على, م... على مكان معين. تعالى، بحب اقول فلوس، تعالى هات فلوس. ده تمام، المفروض احنا نستحمى ولا ايه؟ ايه ده، هناخد شاور يعني؟ بس انا مقلق. لحظة، ما تقوليش اللي هم يحبسونا. تعالوا نفتح الحاجات دي، شوف هنا في ايه. باردك فلوس، ده ايه ده؟ مش عارف كورة ايه ده ولا مين اللي بره ده؟ هو الشرطة ابطال. بيقول لي خد ده يعني اعمل. ماشي، لحظة كده شغل. ادينا بنستحمى يا عم الشرطة، معانا 24 ثانية نستحمى فيها. معرفش مين ده اللي بيستحمى في 24 ثانية صراحة. انا شغل لكم كل بقى كل حاجه وكله وكله. يلا يلا، شت شت شان شت شت شان. لا لا، ايه ده؟ لا باظت. ايوه، ويا ادخل بس اعمل حمام عشان مش قادر. اقفل الباب يا عم. ايه ده الصوت ده؟ ما تقفل يا عم الباب. انت خلصت يا صاحبي؟ صاحبي راح فين؟ ايه ده، جانيتور جو؟ مين ده؟ واضح ان ده رتبه عاليه في المكان هنا. يا ترى ايه اللي هيحصل يا ابطال؟ قسم وانا متحمس قوي ليها. ايه ده؟ واضح ان المغسله كلها مش نظيفه، وهو اللي واحنا اللي هنقوم بالمهمه دي، يعني هو اللي قال لنا كده. تمام، ماشي، يلا بينا يا صاحبي، يلا بينا. واضح اللي هيزود. لحظه، مش معايا حاجه. تمام، احنا بنغسل، فهمت. انا بنحط كده وبنحط كده تقريبا في الغسيل، حاجه زي كده. طب ما هو، ما انا خلصت، هو احطه فين؟ هنا. تمام قوي، يعني ناخد الحاجه كده ونحطها هنا. تمام، بسرعه بسرعه، المفروض تكون معايا دلوقتي. ماشي ماشي، تمام، المفروض ده هو كده خلص. يلا
هات من هنا، خليه يتغسل، وتقريبا اول ما يتغسل هو بيظهر كده معايا على طول. نحطه بقى هنا. عاش قوي يا ابطال. ايه ده، هو اللي فاز والله. ما انا فهمتها متاخر يا ابطال والله، عشان كده هو اللي فاز. يا نهار ابيض، 10 3 ده انا نوب قوي. ايه ده، اجري بسرعه منه، اجري بسرعه من الظابط. والظابط ده عايز ايه؟ عايز ايه حضرة الظابط؟ في ايه؟ انت بتكلم مين؟ تعالى تعالى قول لي، تعالى تعالى، ده حضرة الظابط ده عايزنا. ايه ده؟ الدنيا ليه ضلمة؟ ومجمعنا هنا ليه؟ طب انت عايز مننا ايه طيب؟ ايه ده؟ بيقول لي واتش اي بي جيمنج، اشوف ايه؟ نازل معاك، حاضر. لحد دلوقتي مش عارف يمين وشمال. هنا ماشيين وراه لحد ما يشوف. انا لحد دلوقتي مش فاهم هو عايز مني ايه دلوقتي. او ماي جاد، المفروض بيقول لي الانوار. هل احنا هنشغل انوار يعني اللايتس؟ تمام. ايه ده، صورت ايه؟ ايه ده، بطبع صوري. ماشي، بطبع فين تاني طيب؟ بيقول لي معرفش كولز ايه، يعني المفروض ادخل اكلم حد معين ولا ايه؟ في حاجة غريبة يا أبطال. أيوة، يعني نعمل أكبر عدد يعني مثلا، ما هو بيختفي. مش عارف ايه ده الصراحة. احنا هناخد الفلوس. ايه ده، مين الشخص ده؟ ليني؟ مين ليني ده؟ واضح خالص اللي هو يعني واحد غني جدا ودخل السجن. هنحاربه ولا ايه؟ هنضربه ولا ايه؟ الشخص ده فين؟ خلي بالك يا صاحبي. ايه ده؟ ده بيقول لي ايه؟ دونت تراست. بصراحة مش واثق فيه، أنا الصراحة مش واثق فيه. حاسس اللي هو مش تمام يعني، أنا خايف. ايه ده؟ لحظة، هو فين طيب؟ هو هيكون هنا. هو فين يا صاحبي؟ احنا دخلنا السجن؟ او ماي جاد يا جدعان، يا نهار ابيض، ده هو بسبب الواد ده. انا مش صح، مش واثق فيه. وايه الاداه اللي معايا دي؟ مش عارف. ايه ده، سامعين الصوت؟ المفروض نقدر نطلع دلوقتي. ايه ده، مين اللي انقذنا؟ دكتور ليو؟ طب ما تنقذنا دكتور ليو بليز. ننفع نكسر ازاي؟ احنا اكيد مش ابطال خارقين يعني، اكسر الحديد بايدي ازاي؟ سامعين صوته؟ بيضحك ازاي؟ بسرعة بسرعة، لازم لازم نطلع من هنا، لازم نطلع طيب. ماي جاد، الصبح طلع علينا واحنا مش عارفين نطلع يا ابطال. ماي جاد، ايه ده؟ بسرعة بسرعة بسرعة، فتح. روح فين؟ يا نهار ابيض، خلينا نطلع، خلينا نطلع. حدود الظابط، ماشي انا ماشي معاك والله. واضح اللي ده مشروع اللي ايه ده؟ أول مرة نشوفه. أنا أروح وراه، أنا حاسس بسرعة بسرعة يا صاحبي. هو راح فين؟ ده اختفى، راح فين؟ ايه ده؟ مينفعش أروح وراه؟ أمال أعمل ايه طيب؟ حاسه هيضربنا. الواد ده ماشي معانا ليه؟ بيتتبعنا ليه؟ ايه ده؟ بيقول فايند أواي. خلونا الأبطال ندوس جو اكس ايه، معرفش ايه سايز، مش عارف، بس واضح اللي الشخص اللي معايا فاهم ميب، فعشان كده أبطال ندوس. خلينا ندوس جو تقريبا، يعني نمشي في نفس الطريق او نكمل الاحداث. تمام، بيقولوا ايه اللي هو بيقول لي اتبعني. ليتس جو، ليتس جو، يلا بينا نكمل. ده مقلق يعني، مش عارف ليه. يا عم اتبعني من هنا، انت رايح فين؟ ايه ده جو؟ بقول لك يا صاحبي لازم نروح من هنا بسرعة. تعالوا نشوف بسرعة هنا أي حاجة. ده لا، ده نشتري فلوس مش ناخدها. نفتح ده كمان؟ لا ما ينفعش. خلاص تمام، الأوضة دي فينش. مفيش أوضة تانية؟ إيه ده؟ ما ينفعش. بس كده هي دي الأوضة؟ طب هنا مفيش أي حاجة؟ إيه ده؟ واو ماي جاد، إيه ده؟ أول مرة أشوفها. لاحظ المكان ده جديد. ايه ده، انا بتنطط كده ليه؟ باقي معانا 30 ثانية. طب نتكلم الناس دول، الناس دول مالهم واقفين كده ليه؟ خلونا نجرب نلعب كده. ايه ده، مش وقت، واضح كده احنا هنخسر. لحظة، انا عايز اكل الحاجات دي بسرعة يا باشا، اكل عشان دمي. خلاص يا عم دمك تمام،
لحظة، هو فين صديقي؟ صاحبي راح فين؟ ايه ده؟ هموت مين صاحبي معاه مسدس؟ او ماي جاد، ايه اللي هيحصل؟ المكان اللي انا كنت لسه فيه. انا شاكك في الناس دول بصراحة، ولك يا صاحبي حاسس الناس دول هيطلعوا لنا يكسحونا. ايه ده؟ واو اتكسرت عشاوي. او ماي جاد، بعشق انا الفايتات يا ابطال. يا نهار ابيض، استنى بس، استنى عليا. بوم وبوم بوم بوم، اديله ويلا بقى خد صاحبي ابطال معاه مسدس وهيساعدني. اديله كمل يا صاحبي، عاش عليك والله، كفو. طب موتنا ولا ايه؟ كفو عليك، عاش قوي يا ابطال، وخدنا شهاده. صح يا ابطال، القصه اسطوريه قوي، واضح كده انها هتطول. ده بيلعب جيم. او ماي جاد، عاش قوي. بص يا ابطال، اقول لكم على حاجه، لو القصه دي يا ابطال عجبتكم، او عجبتكم موضوع اللي احنا مثلا نلعب مابات ويكون فيها قصص، وانتوا يعني عجبكم الفيديوهات الطويله وقصص طويله، فقولوا لي تحت يا ابطال في الكومنتات عشان نزود منها. بصراحه المابات دي بتبقى اسطوريه قوي وقصصها جامده. وخلينا نختم فيديو النهارده هنا، ونبقى نكمل القصه في وقت تاني لو عجبكم الفيديو النهارده. فبس كده يا ابطال، اعتبرك فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، يا جيمنج اكس، سلام.